وزير داخلية كمال الفقي أشرف اليوم بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على الاحتفال بالذكرى 67 لانبعاث الحرس الوطني بحضور ثلة من الإدارات العليا لوزارة داخلية. وتحدث الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على الدور التاريخي للحرس الوطني منذ انبعاثه يوم 6 سبتمبر 1956، ومشاركته في معارك تدعيم السيادة والاستقلال والجلاء ومساهمته في بناء الدولة. كما ثمن زاد المجهودات اللي يبذلها السلك هذا في المحافظة على الأمن العام وتأمين الحدود والحرب على الإرهاب، طبعا رفقة بقية الأسلاك الأمنية والمؤسسة العسكرية. وأكد الفقي أيضا إنها مناسبة للتعبير عن الخشوع والإجلال لأبنائنا من شهداء الحرس الوطني الأبرار، وترحم على أرواحهم الزكية، وثمن جليل التضحيات اللي قدموها في سبيل دعم السيادة ورفع راية الوطن. الأبحاث في قضية عبد الكريم الهاروني، نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، أذنت بالاحتفاظ مدة 48 ساعة برئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال. كما شملت الأبحاث في القضية نفسها مدير عام بشركة بترولية عمومية تقرر الاحتفاظ به أيضا حسب موزايك. للإشارة فإنه تم إيقاف القيدي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني البارح العشية، وكان وزير الداخلية كمال الفقي أصدر نهار السبت 2 سبتمبر الحالي قرار إداري بوضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية. وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين تقدم بشكاية حسب موزايك لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة ضد مدونين اثنين من أجل الثلب والتشويه. قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى أعلام الحطاب بن عثمان رئيس نقابة أعوان وموظفي العدلية سابقا بالتمديد في فترة إيقافه تحفظيا لمدة 4 أشهر إضافية، وذلك على ذمة القضية المتعلقة باختفاء محجوز في قضية إرهابية. للإشارة فإن الحطاب بن عثمان مودع بالسجن أيضا على ذمة زوز قضايا أخرين، واحدة منهم من أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والثانية على ذمة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير. الفرق التابعة لمصلحة التفتيش الأمني العامل على آلة الكشف بالأشعة بفضاء المغادرة لمطار تونس قرطاج الدولي تمكن من التفطن لحيازة 3 مسافرات أجانب على كمية من المعدن الأصفر مخفية بإحكام. الإدارة العامة للأمن الوطني أفادت في بلاغ لها بأنه تم تبعا لذلك تسخير مصالح الديوانة بالمطار وحجز كمية من المعدن الأصفر تزن إجمالا 2881 جرام، يعني 2 كيلو 800 جرام، وتبلغ قيمته الجملية حوالي 400 ألف دينار، حوالي 400 مليون، في انتظار استكمال عملية التقييم. هي عملية كبيرة وديما فما برشا عمليات يتم إحباطهم في مطار تونس قرطاج دولي بفضل فطنة يعني الأعوان الأمن والأعوان اللي قايمين معناها على التفتيشات والديوانة وغير ذلك. كشف مخابئ إرهابيين هذا قرب العاصمة الجزائرية. تمكنت وحدات للجيش الجزائري خلال عملية بحث وتفتيش ببومرداس 50 كيلومتر شرق العاصمة من كشف 7 مخابئ لجماعات إرهابية تحتوي على 10 قنابل يدوية دفاعية، 4 قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى منظار ميدان وكمية من المواد المتفجرة وأغراض أخرى. وأفاد بيان لوزارة الدفاع اليوم
أنه تم إيقاف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية منفصلة عبر التراب الجزائري. الحدود التونسية الليبية. اليوم وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي أكد في ندوة صحفية انعقدت اليوم أنه باش يتم تجهيز الحدود مع تونس بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية، بالإضافة إلى نشر قوات أمنية على طول الحدود من راس جدير إلى وازن. وأشار طرابلسي إلى تواصل التعاون والتنسيق مع الحكومة التونسية للتصدي لأي طارئ يهدد البلدين، وأكد حرص حكومة البلدين على الوقوف جنبا إلى جنب من أجل سلامة المواطنين. وكانت يعني فما اتفاق سابق بين تونس وليبيا خاصة في مكافحة الهجرة غير النظامية، اللي كل يعني كل الاتفاق شنو ينص على انه كل بلد يحمي الحدود متاعه. اذا كان فما مهاجرين يحبوا يدخلوا ليبيا، تونس معناها تمنعهم، ليبيا متخليهمش يدخلوا. اذا كان فما فارقة في ليبيا، ليبيا لازمها تمنعهم متخليهمش يدخلوا تونس. ولكن مصطفى عبد الكبير الناشط الحقوقي رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان كان أشار إلى أنه ما فماش التزام تام من قبل الجهات الليبية في هذا الخصوص. وكذلك نعرفوا بأنه فما أحيانا أوضاع أمنية متوترة في الجانب الليبي. في صفاقس تم اليوم العثور على جثة امرأة مقتولة في منزل بطريق تونس على بعد 2 كيلومترات من مدينة صفاقس تحمل أثار عنف ودماء. وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 وناطق رسمي باسمها القاضي فوزي المصمودي، قال بأنه تحول رفقة قاضي التحقيق بنفس المحكمة وأعوان الشرطة الفنية إلى موقع الحادثة، حيث جرت عملية المعاينات وأخذ المعطيات المتعلقة بهذه الجريمة قبل نقل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. المصمودي يقول بأنه النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية. للإشارة فإنه لم تتوفر بعد أي معطيات حول ملابسات الحادثة هذه، وتأكيد أو نفي ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بخصوص جنسية الهالكة إن كانت تونسية أو من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لخاطر فما عدة مواقع قالت لي هي معناها من إفريقيا جنوب الصحراء، ولكن لم يتأكد رسميا من الجهات القضائية إن كانت تونسية أو هي من إفريقيا جنوب الصحراء.